السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأكلة اللي حنعملها هي الحمص بطحينة، بس أهم شيء عندي أنا من الحمص بطحينة هو كيف منحضر الحمص لنعمل حمص بطحينة. هلأ من تجربتي أنا كنت بالأول ما أعرف أسلق الحمص، كل الناس بيقولوا ولو حطي مي ومدري شو حطي على النار خلص، لا كنت انقعه وحط بيكربونات صوديوم وحطه على النار واتعذب فيه كتير لحتى يستوي وضل حبته تقرش، حتى الله سبحانه وتعالى هداها وحدي صديقتي قالت لي أنا بعمل هالطريقة الفلانية، تعلمت منها. والإنسان طبعا ما بيخلق متعلم، بيعرف في أشياء بنعرفها وأشياء غابت عنا، يعني بتعرف أشياء وغابت عنك أشياء، كل إنسان حدا كامل بالمعلومات ونتعلم من بعضنا. فالحمص أول شيء مننقعه أكثر من 24 ساعة، هلأ هيدول منقوعين شيء 36 ساعة، هالحمصات اللي شايفينه. هلأ صار الحمص اليابس اللي انتقع 36 ساعة صار سهل إننا نعمله هيك ونشيل القشرة منه. هلأ أنا ما حشيل القشرة، بس بدي أفركهم لحتى لي خفف عن الصلق، الوقت عن الصلق، لأنه الوقت بده الصلق بده وقت، لأنه فيه القشرة هاي اللي مثل البلاستيك هالصغيرة هاي الرقيقة الشفافة هي اللي بتمنع الحمص إنه يستوي بسرعة، مشان هيك بياخد وقت. أول شيء غسلت الحمصات اليابسين، نقعتهم بالمي وحطيت لهم ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم وتركت وسخنتهم بالميكروويف شوي، يعني اللي بدهم مي سخنة ندفة، سخنتهم شوي وتركتهم. هلا تركتهم 36 ساعة وهلا شلتهم من المي النقع وغسلتهم، ومثل ما يكون شايفينه صارت الحبة تقريبا حتفتح حبتين تصير، يعني صاروا كتير هين لما بدي اسلقهم يصير الوقت كتير قليل. هلا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بدي افركهم. هي قالت لي انه بس بدك جيبي وعاء كبير وعاء اصغر واعمليه هيك هيك فوقهم، بصيروا من تحت بيفتركوا هيك مع بعضهم بينفركوا وبتفتح الحبه وبتطلع القشره منها. هلا انا اخف اعملكم اخف اني اعملهم هيك، ها هيك بلشت تطلع القشرة، ها وهي صارت يعني قريبة كتير انها تطلع. بسم الله بعملهم هيك، او اذا بدي بعملهم هيك في ايدي، ها هيك ها شفنا، شوفوا كيف صار القشر بلش بده يطلع. هلا هاي الطنجرة هاي فيها تلتها مي، هحط الحمصات فيها. بسم الله الرحمن الرحيم هاي الحمصات، وبلش يطلع القشر على الوجه، اذا مبينه معكم بلش القشر يطلع. هلا بستغلي بيكون الثلاث ارباع القشرات طلعوا على وجه الطنجره بيروح. هلا المكونات الاساسيه للحمص بطحينه هي عندنا الحامض، عصير ليمون الحامض، وعندنا الطحينه هي مكون اساسي، لانه الطحينه والحمص والحامض ما في احسن من هيك مع بعض. وعندي حر لازم يكون هيدا، بس نحن ما بناكل حر. حطيت البابريكا الحلوه يعني الفلفل الاحمر الحلو، وملح طبيعي كل اكل بدا ملح، وهون الكمون لانه حمص بده الحمص كمون، وهيدا شويه بقدونس مفرومين لنحطهم على الوجه اذا حبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيدا هلا شفنا بلش تطلع على الوجه. بسم الله هيدي لازم احنا نشيلها. بسم الله شفنا هي
بلشت القشرة لقشرة هيدي الشفافة تطلع على وجه الحمص. هلأ منوّس النار على الآخر حتى يستوي على مهله. الحبوب أي نوع من أنواع الحبوب إذا بدنا إياها تستوي منوّس عليها كتير كتير منيح ومنغطيها وتستوي بسرعة أكتر. وانتظروني حتى يستوي الحمص. كمان بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الحمصات استووا، هلأ فينا نحنا نخلطهم وندقهم مثل ما كنا ندقهم من زمان. ندقهم بهالشكل هيدا، عم ندقه منيح لأنه استووا ما شاء الله. هلأ بعد ما ندقهم شوي هحطهم بالخلاط الكهربائي حتى نعملهم ناعمين كتير. هلأ مثل ما نكون شايفين صار كتير ناعم بالخلاط هيدا، وسهل يعني كم خلطة بيطلع كتير مرهم. هلأ نحن هيدا هنخلط المكونات مع أول شي بسم الله الرحمن الرحيم بنحط الحامضات اللي عصرناهم، حنحطهم كلهم وفيهم اللبي شوي كمان منيحة دعانة تروح فيها الغذاء الفيتامين سي اللي بالحامض والليمون. طبعا الحمضيات كلها غنية بالفيتامين سي أو الفيتامين سي يعني. هلأ بعدين عالدواء منشوف قديه بدنا حامض. هلأ بنرجع منحط نضيف الملح. بسم الله الرحمن الرحيم ما بدنا اياهم كلهم. هلأ عالدواء كمان كل شيء بنحط كمية وبنخلط بعدين بنضوق، ما بدنا لا يطلع لا حامض ولا مالح. هلأ بدنا نحط ثوم، هيدول اللي حسين ثوم حتى يقنعهم. حسين ثوم نهرسهم. بسم الله الرحمن الرحيم كمان نخلطه. هلأ بنحط المادة الأساسية اللي هي طحينة. ما هنكتر طحينة لأنه نحن بدنا ما يطغي على طعمة الحمص. هلأ مندوق نشوف كيف طعمتها. بسم الله حامضهم منيح بس بدهم ملحاتهم هدول ينزلوا. هاي خلصت طبختنا، ما في اسهل من هيك. حامض وملح وثوم وعصرة حامض الطحينة اللي حطيناها، حامض وثوم وملح وطحينة وخلصنا. هلا بدنا نسكبهم. وهلا مثل ما نكون شايفين هاي الصحن خلص. بس حتى طلع مالس هيك قفل ملعقة شوي بالمي وبعمل هيك بيملس معي بهالشكل هيدا. هلا هو في له طريقة بالمطاعم بس نحن ما بدنا مطاعم، نحن عم نقول أكل البيت اللي عنا منشبهه بالمطاعم بس نعرف إنه هيدا صنع إيدنا نحن. هلا أول شي بدنا نحط الكمون. هاي الكمون حط على إيدي أنا ورش. بسم الله الرحمن الرحيم نرش هيك عليه. وفينا نعمل خطوط، فينا نعمل اللي بدنا اياه. بس هلا بنساوي شغله بسيطه، هاي البابريكا كمان هو منظره بالبابريكا حلو. هاي
عفوا، وانا لما سكبتهم شلت كم حبه منهم، خليت كم حبه لحتى نزين فيها صحننا. هي بالنص بنحط كم حبه هيك بهالشكل هيك. هلا على الجوانب بنعمل هيك على الاطراف هي حبه كمان هاي. من هون هلا هيك هدول. هلا شو بنعمل؟ بنحط الزيت، زيت الزيتون اللي هو بحب الحمص بطحينه. هاي الزيت كمان. هلا اذا حبينا نحط لنا شويه بقدونس، ما حبينا ما بنحط. هاي بقدونس، هدول مفرومين ناعمين ومغسولين منقوعين مع شوية خل. ها ما قلنا نحنا على طول الخل بنغسل الفواكه والخضرة فيه. وهيدا صحنا خلص، وان شاء الله بكون فاتكم هالفيديو. انا وياكم استفدنا وراجعنا معلوماتنا وحدوقهم دعان ولا انزعوا الصحن. حدوقهم بس لحتى لي اطمن كيف طلعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية زيت اسمح لنا. ملوكية والله اطيب من المطعم. صحيح المطعم الحمص بطحينة يعني طيب، بس اللي بيعرف اكل البيت حمص البيت ما بيعود يلاقي طيب حمص بطحينة تاع المطعم. هلا ان شاء الله يكون عجبكم واستفدنا انا وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.